مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم معنا إلى برنامجكم الإخباري اليومي. الجزائر اليوم، اليوم حضرنا لكم ملفين مهمين يهمان شرائح كبيرة في المجتمع. الملف الأول سنخصصه للحديث عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص اقتراحات الدخول المدرسي الخاص بالموسم الدراسي 2020-2021، وأيضا سيكون لدينا تقييم لعملية استئناف الدروس واستئناف أيضا المواضيع الخاصة بالموسم الدراسي الماضي. الملف الثاني سنخصصه للحديث عن المؤسسة المصغرة والناشئة. ملف التعليم العالي والبحث العلمي يحضر فيه معنا دكتور بعلام سعيداني، المدير العام للتعليم والتكوين العاليين. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على تلبية الدعوة. أستاذ بعلام سعيداني، كنت حاضر معنا في هذا البلاطو منذ حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع للحديث عن كيفية استئناف الدروس والبرنامج الخاص بالموسم الدراسي الماضي 2019-2020. يا ريت لو تعطينا تقييم السيد بعلام سعيداني لهذا الدخول. شكرا على كرم الضيافة. مرحبا. إجابة على سؤالكم الوجيز، أستطيع أن أقول وبكل أريحية بأننا جد سعداء اليوم بأننا سجلنا يعني استئناف في الميدان لاستكمال الدراسة للموسم 2019-2020، وذلك بعد الانقطاع اللي عرفوا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ 12 مارس 2020، لكن احنا كملنا وصلنا جهودنا وتعليمنا التحصين العلمي والبيداغوجي عن بعد. نعم. ولكن منذ 23 أوت 2020 بشرنا يعني في استئناف دروس حضوريا على شكل دفعات، ولاحظنا بأن الاستئناف يعني واقع وحاضر، ولذلك يعني احنا جد سعداء بهذه النتيجة. ولاحظنا كذلك تضافر الجهود تاع كل الأسرة الجامعية، وذلك بغية استكمال السنة الجامعية 2019-2020، فكان يعني انخراط الطلبة وانخراط الأساتذة وكذلك عمال، سواء منهم العاملين على مستوى المؤسسات الجامعية أو الخدماتية. إذن هناك جهد كبير وتضافر الجهود وتضامن كبير بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية. فلاحظنا بأن يعني طريقة التفويج من أجل استكمال السنة الدراسية السنة الجامعية 2019-2020 أعطت ثمارها، أعطت نتائجها. فالفوج الأول تقريبا انتهينا منه، وإحنا يرانا في استقبال الفوج الثاني ثم الفوج الثالث على أن تكتمل السنة الجامعية 2019-2020 في غضون شهر نوفمبر إن شاء الله. لكن كل المؤشرات يعني كاين ضوء أخضر. نعم. في كل مؤسسات التعليم العالي ما عدا بعض النقاط. كنت سأسألك هذا السؤال، هل لاحظت بعض الصعوبات وبعض المشاكل سيد سعيدان؟ نعم، لاحظنا بعض الصعوبات أو بعض الاختلالات، وخاصة ما تعلق بالنقل بين النقل الطلبة بين المدن بين الولايات، فكان ذلك يعني عيب كبير على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. فارتئينا إلى أن يعني نديروا اقتراحات للسلطات العليا في البلاد. نعم. ويعني ركزنا هذا الاقتراح اساسا على يعني لمويان تاع الجامعه. فاقترحنا استعمال النقل الجامعي حتى نجيبوا الطلبه من مختلف مدن الجزائر الكبيره والعميقه الى مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. عمليه سهله سيد سعيد. كانت هذه اول تجربه. نعم.
قطاع التعليم العالي يعني مهمته الأساسية هي التعليم والتكوين والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أما قضية يعني النقل ما بين الولايات فكانت هي التجربة الأولى. إذن في الأيام الأولى منذ استئناف الدروس حضوريا كانت هناك بعض الاختلالات، لكن بالتعاون ما بين رؤساء المؤسسات الجامعية ومدراء الخدمات الجامعية استطعنا تدريجيا شيئا فشيئا للتغلب عن هذه الصعوبات. فشفنا الصعوبات اللي تلقيناها في استقبال الفوج الأول للطلبة تقريبا ما شفناهش في استقبال الفوج الثاني. إذن هنا العملية في يعني في تحسن مستمر يوم بعد يوم. جيد، هذا عن تقييم الدخول الحضوري أو استئناف الدروس الحضورية لاستكمال الموسم الدراسي 2019-2020. قبل أن نتحدث عن الموسم الدراسي الجديد 2020-2021، أكيد دائما في الدخول الجامعي يوجد عملية الاستقبال وتوجيه المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا. ما الذي حضرتموه سيد سعيداني لهذه العملية؟ نعم، هي عملية هامة وهامة جدا، وأقول ربما هي عملية استراتيجية. نعم. بالنسبة للبلد. فأولا وقبل كل شيء درنا بروتوكول فيما يخص استقبال الطلبة على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ومن خلال استئناف يعني الدراسة لاحظنا بأن كل المؤسسات طبقت حرفيا هذا البروتوكول الصحي، لأن الصحة هي أساس كل شيء. أما فيما يخص عملية استقبال حاملي شهادة البكالوريا، أتمنى لكل المترشحين النجاح طبعا في هذه الشهادة، وأتمنى لهم يعني يوصلوا ويكملوا دراستهم في مؤسسات التعليم العالي خير وبصحة وعافية. إذن هذه العملية تمر على 4 مراحل. المرحلة الأولى هي تنظيم أبواب مفتوحة على مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. العملية الثانية هي في كل ما يتعلق بالتسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا. ثم المحطة الثالثة هي المقابلات للمترشحين اللي رايحين يروحوا إلى مؤسسات للمدارس العليا. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي ما تعلق بالتسجيل النهائي. فكل هذه المراحل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دائما في ديناميكية استحداث يعني حوايج جدد في عصرنة القطاع. فارتئينا إلى أن تكون هذه العملية الهامة والهامة جدا والاستراتيجية كما قلت أن تكون عن بعد. حتى الأبواب المفتوحة بكاملها. نعم. من ابتداء من الأبواب المفتوحة أو التسجيلات الأولية أو المقابلات أو التسجيل النهائي، فكل هذه العملية سوف تكون عن بعد في كل مراحلها. كانت لدينا بعض الصعوبات التقنية من أجل يعني تنظيم هذه العملية الهامة، فمن بينها مثلا باش حامل شهادة البكالوريا يجي يسجل في الجامعة. نعم. أول وثيقة نطلبها له في مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي هي كشف النقاط لشهادة البكالوريا. هذاك هو يعني جواز السفر. نعم. من الثانوي إلى الجامعة. إذن يعني تعاملنا مع الإخوان والأخوات في قطاع التربية الوطنية فتفاعلوا معنا بإيجاب وباحترافية كبيرة، وهذه يعني مناسبة باش نحييهم على الجهد اللي بذلوه. نعم. مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل رقمنة هذا كشف النقاط ووضع تحت
تحت تصرف المؤسسات الجامعية وقطاع التعليم العالي حتى يتسنى لنا بتنظيم كل يعني مراحل التسجيل لحامل شهادة البكالوريا عن بعد. كان عندنا ثاني إشكال آخر فيما يخص يعني تسديد مصاريف التسجيل. كانت هذه المصاريف تسجل في الجامعات. فثاني عملنا عمل كبير وتعاملوا معنا ثاني الإخوة والأخوات في على مستوى قطاع البريد والمواصلات، وأيضا نحييهم تحية أخوية وتحية خاصة بالنسبة للجهود اللي عملوه بالتنسيق مع إطارات وزارة التعليم العالي. فحتى عملية دفع رسوم نتاع التسجيل سوف تتم عن بعد. إذن العملية من ألف إلى ياء سوف تتم عن بعد، مما يسهل هذه العملية للطلبة. نعم. مما يسهل هذه العملية لإطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وكذلك يعني عملية من شأنها باش تضمن سلامة الأسرة الجامعية وسلامة حاملي شهادة البكالوريا. لكن سيد سعيداني، مدام هذه المراحل كلها ستكون عن بعد، هل فكرتم في قضية تكافؤ الفرص؟ لأن هناك صحيح من لديه الولوج إلى الأنترنت وغير ذلك، لكن دائما نقول أن هناك من لا يمكنه ربما أن الاتصال بالأنترنت. سيد سعيداني، كيف يمكن أن ننظم لهم هذه الأبواب المفتوحة وهم لا يمكنهم الولوج إلى الأنترنت؟ من كان له مشكلة نعم فله أن يتوجه إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. جيد، يعني تبقى مفتوحة. نعم، الأبواب. نعم. لا، الأبواب دائما مفتوحة. نعم. عمرها ما تسكر. إذن مثلا طالب تحصل على شهادة البكالوريا في طمنرست يقدر يروح، وهو يعني وجهناه إلى الجزائر العاصمة. نعم. يقدر يروح إلى المركز الجامعي لطمنرست ويؤدي كل يعني هذه العملية عن بعد من خلال استعمال كل الوسائل المتاحة على مستوى هذه المؤسسة. جيد، تحدثنا عن استكمال الموسم الدراسي 2019-2020، تكلمنا عن عملية استقبال وتوجيه الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا الجدد. سيد سعيداني، الآن ما هي اقتراحاتكم للدخول المدرسي 2020-2021؟ إذن وصلنا إلى بيت القصيد. نعم، الكل ينتظر اقتراحات وزارة التعليم العالي. نعم. كل إطارات الوزارة بالتشاور الدائم مع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة والتنظيمات الطلابية. عندما أتكلم عن النقابة، النقابة منها نقابة الأساتذة. نعم. نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، وكذلك النقابة نتاع عمال العاملين على مستوى مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي. فبالتشاور الدائم مع مختلف المكونات نتاع الجامعة، مع الشركاء، مع إطارات القطاع، مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الندوات الجهوية الغرب الشرق وسط. فمن خلال هذه العملية التشاورية وصلنا إلى يعني استحداث بروتوكول يعني الدخول الجامعي 2020-2021. نبدأ بالتاريخ، هل حددتم تاريخ لذلك؟ نعم. جيد. تاريخ الدخول الجديد يعني المقترح إلى السلطات العليا هو يوم الفاتح من ديسمبر 2020. وأقول بأن هذه الورقة، هذه خريطة الطريق أو البروتوكول، ترتكز على 6 محاور أساسية. أولاً اليقظة البيداغوجية والصحية. الصحية هي أساس كل شيء، والبيداغوجية هي من مهمتنا. إذن اليقظة البيداغوجية والصحية. النقطة الثانية والمهمة جدا هي اعتماد النمط التعليمي الهجين
ما بين الحضور وعن بعد. ما بين الحضور وعن بعد. نعم. دونك لونسينمون هيبريد. النقطة الثالثة هي اعتماد عدة سيناريوهات. السيناريو واحد إذا كان يعني عندنا حالة هك، السيناريو الثاني ثم السيناريو الثالث. إذن عندنا ثلاث سيناريوهات سوف ندقق فيها إن أردتم ذلك. نعم. المبدأ الرابع وهو الاعتماد على التفويج اللي أعطى نتائج جد إيجابية. والمبدأ الخامس هي كل ما تعلق بالمرونة في التسيير، حسب يعني الحالة نتعامل معها، ما نكونوش يعني يعني تكون ديناميكية، تكون تأقلم، تكون ديناميكية. نعم. وتكون تأقلم مع تطور الحالة الصحية في البلاد. نعم. ما نكونوش يعني ريجيد. والنقطة السادسة هي إعطاء السلطة التقديرية إلى رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال التشاور مع خلايا المتابعة الميدانية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. جيد. الاقتراحات الستة هي واضحة سيد سعيد. الآن عن سيناريوهات باختصار إذا سمحت. فيما يخص السيناريوهات. نعم. أولا السيناريو الأول. السيناريو الأول اقترحنا باش يكون الدخول الجامعي 2020-2021 كما قلت ابتداء من الفاتح من شهر ديسمبر 2020 بحول الله، ويكون ذلك عن طريق على نمط أفواج. كل فوج يحضر يومين أو ثلاثة حسب طاقة الجامعة وحسب يعني حسب لا ديمونسيون تاع الجامعة. إذا يومين تعليم حضوري ثم الطالب ينصرف ويروح إلى التعليم عن بعد، ثم يجي الفوج الثاني. نعم. يومين ثم ينصرف ثم يجي الفوج الثالث. إذا السبت والأحد الفوج الأول، الاثنين الثلاثاء الفوج الثاني، الأربعاء والخميس الفوج الثالث، ثم يعني هكذا تستمر العملية إلى آخر السنة. والتعليم عن بعد سوف يكون يعني باستمرار على أن يكون على أن تكون العملية التقييمية حضوريا بالنسبة للمواد الأساسية، وتكون عن بعد بالنسبة إلى كل المواد الأفقية أو الثانوية. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو الاعتماد على قاعدة لمدة شهر طوال شهر ديسمبر، قاعدة ترتكز على التعليم عن بعد لكل الطلبة. ثم ابتداء من شهر جانفي سوف نباشر في العملية التعليمية حضوريا على شكل أفواج. جي. والأفواج سوف تكون يعني منظمة في ثلاثة أربع أو خمس أسابيع حسب يعني قدرات كل مؤسسة جامعية. السيناريو الثالث سيدي. السيناريو الثالث هو رانا نتكلموا في النمط الهجين. نعم. إذن هو هجين أو يعني خليط ما بين السيناريو الأول والسيناريو الثاني. ويبقى دائما الأمر في يد السلطات العليا. سيد بعلام سعيداني المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا وعلى هذه الإفاضة سيدي. شكرا جزيلا لكم. عفوا. شكرا جزيلا لكم. متواصلون دائما معكم مشاهدينا، يطيب لي أنا شخصيا ويطيب لتلفزيون الجزائري أن يلتحق بنا عبر سكايب الآن بعد هذا الفاصل. واحد من نوابغ الجزائر، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل.
نعود إلى البلاطو، وكما قدمت له منذ قليل يلتحق بنا عبر أسكايب خلينا نقول العالم الجزائري عبد السميع يونس، المتفوق في مسابقة عالمية للروبوت، والذي كان ضمن المكرمين أمس من طرف رئيس الجمهورية. هو معنا عبر أسكايب. نعم هو معنا عبد السميع. مرحبا صديقي عبد السميع يونس، مبارك لك لما قمت به، ومبارك أيضا للتكريم العالي الذي حظيت به رفقة زملائك بالأمس مع رئيس الجمهورية. أول سؤال يتبادر على الذهن عبد السميع، ويتبادر على معظم الجزائريين، كيف كان شعورك بالأمس وأنت تكرم أعلى تكريم أستاذي؟ يعني كان فخر كبير، كان شرف لينا ليا كتلميذ يعني بعمر 15 سنه نتلاقى بالرئيس الجمهوريه اللي كرمنا، حاجه يعني تحفزنا تشجعنا باش نزيدوا نبذلوا مجهودات اكبر في المستقبل. عبد السميع، انت متفوق بالدرجه الاولى عالميا في تقنيه الروبوت، حدثنا عن هذه التجربه. ربما العديد من المشاهدين يتساءلون الان كيف لتلميذ بعمر 15 سنة ان يطور هذا البرنامج الخاص بالروبوت ويتفوق عالميا. عبد السميع يونس، أنا في حقيقة تلميذ في هذه عندنا يونيكول بريفي في ولاية الطيف، سجلت فيها العام اللي فات، قريت لمدة 6 أشهر. يعني بالمساعدة هذه المدرسة أورغانيزونا أون كومبيتيسيون انترناسيونال اللي كانت في كوريا الجنوبية. كانت المشاركة راح تكون يعني كانت في الحقيقة راح تكون حضوريا في الروس في روسيا، ولكن احنا شاركنا لهنا في الأونلين في الجزائر. المدرسة يعني قالت لنا كونتنا على أفواج، 10 أفواج. شاركت أنا برفقة زوج من زملائي عطوي محمد الأمين ونزيم أصفيران، شاركوا معي في الفوج، واخترعنا اختراع المزرعة الذكية. هو قال لك صور لي فيديو دو 5 مينيت وندزوها لكوريا، ثم يشوفوا يدير لك جوجي حكام من كوريين، كومبيتيسيون دي شاركوا فيها يعني دول اكثر من 14 دولة. منها يعني الصين، كوريا، روسيا، امريكا. حدثنا ولو باختصار عبد السميع، على هذا البرنامج او على هذا الاختراع بين قوسين اللي وصلت ليها عبد السميع. هنا الاختراع اللي درناه كان مزرعه ذكيه. مزرعة ذكية هذه تحتوي على 8 روبوتات، 8 ماشينز. كل ماشين عندها دور معين. الإيدي اللي خلف المزرعة تاعنا هي أن المزرعة تكون تسهل، تكون أوتوماتيك 100%، ما تحقش مرة الكونتاكت الإنسان، تسمى الإنسان يقعد في المزرعة تمشي وحدها. الأدوار تاع المزرعة يعني كان كاين إطعام أوتوماتيكي، جمع البيض أوتوماتيكي ثاني بالمستشعرات، بالسنسرز، بالتاتش سنسر قدا نفسها. درنا أون سيستيم دالارم فاير سنسر، فاير ألارم، ديتكتور تاع لا لوميير باش يشعل الأضواء أوتوماتيكي. يخدمنا بالثاني أردوينو، استعملنا الأمارتي، استعملنا درنا ثاني ري أوتوماتيكي، درنا الجهاز تاع يلم المياه الأمطار باش ما تروحش في خسارة. نعم أستاذي عبد السميع، واسمح لي أن أناديك هكذا باختصار، ما هي طموحاتك في المستقبل عبد السميع، وما هي رسالتك للشباب الجزائري؟ طموحاتي كشخص يعني أنه نكمل في هذا المجال، ثم نزيد ننمي المهارات تاعي قد ما قدرت باش يعني نكون في أعلى مستوى. ورسالة في الشباب يعني يبذل اقصى جهده، يدير ثقه في نفسه، يعني ما يبذل الجهد تاعو باش يحقق نجاح. شكرا لك استاذ عبد السميع يونس، المتفوق في المسابقه العالميه للروبوت بكوريا والمكرم من طرف رئيس الجمهوريه امس. شكرا جزيلا لك وموفق استاذي عبد السميع يونس. متواصلون دائما معكم مشاهدينا إلى الضيف الثاني.
نعود إلى البلاطو ونبقى مع الباحثين والبحث والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. تحضر معنا اليوم السيدة رفعات زينو، هي نائب رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتيين. مرحبا بك سيدتي. بك أهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة السيدة رفعات زينو. سيدتي حتى لا أخطئ في اسمك الجميل، هي رفعات هكذا ينطق، رفعات جيد. سيدة رفعات زينو، سيدتي أنت أيضا لديك مؤسسة كانت مصغرة والآن هي مؤسسة ناشئة، يريد تحدثينا على هذا المؤسسة سيدة رفعات. أولا شكرا على الاستضافة. مرحبا. أنا سيدة زينو، عضو في المكتب الولاية الوطني للمنتدى الجزائري شباب المقاولاتية. نعم. اللي كان الاعتماد تاعنا في ماي 2019. والآن رانا في 34 ولاية، 20 منها نصبة و14 في مكلفة بالتنصيب. يعني في مدة قصيرة الحمد لله، وكان في وجدوزنا مع الكوفيد والحمد لله، يعني كان البصمة تاعنا راهي بانت موجودة في الميدان. موجودة في الميدان على خاطر المنتدى دنا فيه شباب، كل المؤسسات كلها مؤسسات شباب. وعندنا الفكرة تاع المقاولاتية، وهذا هو اللي حبينا نلحقوه للشباب ديالنا الجامعي واللي يخرج من التكوين. كل واحد عنده مؤسسة مرحبا به، نعاونوه بابنة مفتوحة باش نوريو له وكاع الأخطاء اللي درناهم احنا والصعوبات اللي حنايا جزنا عليهم، إن شاء الله نعاونوهم باش هما ما يتعبوش كما تعبنا احنا، سختو مع كل هاد السهولات اللي عطتها لنا الدولة الآن. وأنت الآن لديك، أنت اليوم هنا أيضا كنموذج سيدة رفعات لمؤسسة. احنا عندنا مؤسسة مبتكرة، احنا عندنا ان بروفي كي حطيناه في لينابي اون 2004 وطورناه في 2009 وفي 2010، والان احنا عندنا منتوج جزائري 100% بدون اي مادة سامة. ما هو المنتوج؟ نتحدث عن المنتوج. منتوج ضد الحشرات والقوارض. أسمدة. أسمدة. نعم. الحشرات والقوارض. انسكتيسيد ايرودنتيسيد 100% طبيعي. يعني أن الآن إن شاء الله والحمد لله أنا مع ولاية الجزائر عندنا صفقة، ورانا بزاف مفتخرين بها على خاطر دارت فينا الثقة، وراهي تتعامل مع مؤسسة مصغرة مع مؤسسة ناشئة حتى في الميدان الفلاحي. حنا دينا لاغريمون ديالنا في اوت 2020 والحمد لله دخلنا في الميدان الفلاحي كذلك، على خاطر الحقل هو مشكل كبير في الزراعه. في بوغ لاتروما الانسان في حياته اليوميه راح يفاتريتي بلي برودوي ناتورال ما فيهم حتى مادة سامة، البيئة للطفل، ليزانيمو دوميستيك، يعني هذه حاجة اللي تفرح الجزائر. وإن شاء الله من عندنا حيخرج للخارج على خاطر نايتي لابيليزي في اوت 2020 كوم اون سوليسيون مونديال، وحنا الأولين اللي اون ماركي لافريك بهذا الابتكار ديالنا، وهذا عن طريق مؤسسة اللي درنا أنساج وبدينا بوالو من تحت الصفر، والحمد لله بالتدعيم تاع الدولة بالمعاونة تاع الناس اللي كانت دايرة فينا الثقة. نعم. والحمد لله الآن راح إن شاء الله نقدروا بالتسهيلات هذه اللي دارها لنا رئيس الجمهورينا اللي سمعناها البارح، كان شيء ما يخليش الانسان يقدر يقعد دركا. انت كناشطه في الميدان في اطار المقاولاتيه السيده رفعات، هذه الحلول وهذه القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهوريه، هذه القرارات هل فعلا ستساعد في الميدان سيده رفعات؟ ستساعد كثير. نعم. لان في الاول كنا ما عندناش هذا التدعيم في الابتكار اصلا، كان الابتكار ما عندوش ما يسمعولوش. لما انسان عنده ابتكار ولا فكره يروح وحده لينابي يسجلها وحده، يتحمل المصاريف تاع البحث وحده. هكذاك صارت لنا احنا.
وهذا يخلي المؤسسه تطول باش ترفد روحها، تطول باش تكون في ساجير اون اكتيفيتي طول. ولازم يكون عندك روجيست دو كوميرس، ونحاول لهم درك يقدروا يخدموا بلا ما يكون عندهم روجيست دو كوميرس، يديروا الفكره ديالهم يحطوها في, في, في الميدان، ومن بعد اون فوا تكون رياليزابل تم يديروا. هذه حاجه مليحه، احنا بكري كان لازم حتى يكون عندك روجيست باش تقدر دير مؤسسه تدخل لونساج باش دير تدعيم. ساجير عابك فرق كبير كبير كبير، وهذه التسهيلات راح تعاون الشباب. دوك الشاب لما يكون عنده فكره ولو بسيطه يشوف كيفاش يقدر. استسمحك سيدة رفعت، سنتواصل معك لكن بعد هذا الفاصل. نعود معكم مشاهدينا إلى البلاطو ونواصل الحديث مع السيدة رفعات زينو، هي نائب رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولتيين. سيدة رفعات، كنا نتحدث منذ قليل عن ما الذي ستضيفه هذه القرارات الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية. من بين القرارات الهامة هذا الصندوق، الصندوق التمويل، كيف سيساعد المقاولين الجدد سيدة رفعات؟ شكرا. هذا هو من بين القرارات الهامه قلتها، وصح هي قرار هام على خاطر اوباغافون كان لما يكون عنده فكره شاب يعجز يعاود ساجر ما يقدرش يحققها، علاه؟ لازم له التمويل، يكون تمويله خاص، يعني يكون تمويل خاص اللي عنده باباه او يقدر يعاونه، اللي عنده واحد يعرفه ولا يقدر يتبناه ويخدم بالفكره ديالو. ديجا هنا راح يروح النص تاع المعنويات ديالو، باسكو يولي هو مول الفكره وماشي يولي ماشي مول الفكره. صح صح، تقدر الفكره تروح له يديها له يخدم بها، باسكو هو عنده دراهم الاخر ما عندوش دراهم. هذه بزاف مهمه. والمؤسسه كي يكون عنده فكره يحب يجسدها راح تطول. احنا من 2004 رانا في 2020 ما زالنا مؤسسة صغيرة وناشئة، على خاطر أسسنا روحنا بروحنا. صديق الفكرة تاعنا كنا برودوي واحد، رانا دوكا في 8. كيف هادو جاو؟ ماشي هكذا من والو، لازم يكون فيها تمويل. هذاك التمويل مين كان؟ شيف دافير ديالنا اللي نخدموا به، نخلصوا به العمال وننشروا به لا ماتيير ونديروا به البحث، وهذاك البحث هو اللي فيه بزاف الخسائر. يعني الصندوق حيسهل على المقاولين الجدد، راح يعاون بزاف المقاولين الجدد. الشباب هادو لما داوش الفرصه هذه وخداوها وقدروا يجسدوا افكارهم راح تروح لهم، ما يقدرش يزيدوا يديروا حتى حاجه في حياتهم. اذا الفرصه متاحه لكل الشباب اصحاب الافكار لتجسيد مشاريعهم، وانت هنا ومؤسستكم نموذج لهذا. شكرا لك السيدة رفعات زينو، نائب رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولتيين. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى هذه الاضافات. شكرا لك. متواصلون دائما معكم مشاهدينا مع فقره برنامج الجزائر اليوم الى اخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد يفصل فيها اليوم زميلي هشام أكلي. أهلا هشام. مساء الخير زميلي سيد أحمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الاقتصادي. كشف عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن إنشاء قسم تمويل ضمن بورصة الجزائر مخصص للمؤسسات الناشئة، حيث سيتم بالتعاون مع البنوك والفاعلين في المجال المالي ومصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
عدت الوكالة الولائية لتسيير القرضية المصغر بولاية الوادي برنامج عمل يوم يرمي إلى تشجيع استحداث مؤسسات مصغرة لفائدة العائلات القاطنة بمناطق الظل. ويهدف البرنامج الأول من نوعه لترقية الحياة المعيشة بالوسط الريفي وتعميم الثقافة المقاولتية في أوساط الفئات الهشة. وتستهدف العملية التحسيسية في مرحلتها الأولى أزيد من 25 تجمعا سكنيا بمناطق الظل. آفاق واعدة للاستثمار الفلاحي بولاية ينعمة بالنظر إلى قدراتها وإمكاناتها الفلاحية والرعوية التي تم إبرازها عبر أجنحة المعرض الفلاحي المنظم بمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي. التفاصيل مع مصطفى بن هنا. النعمة سهبية رعوية بامتياز، ولكنها بالإضافة إلى ذلك تخطو خطوات معتبرة في مجال الاستثمار الفلاحي، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل وصل الكهرباء إلى هذه الفئة، ونحن ليس لنا خيار إلا خيار الفلاحة. عندنا برنامج واسع موجه إلى مناطق الظل من خلال إنجاز آبار رعوية وكذلك تجهيز هذه الآبار الرعوية بالطاقات المتجددة. اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي كان فرصة لإبراز القدرات الفلاحية والرعوية لهذه الولاية مع طرح بعض الانشغالات الموضوعية. الاسم تاعها واشنطن طامسون، شجرة قوية فيها 50% تاع عصير. الانشغالات تاعنا حبذا ولو تكون عندنا معصرة هنا عصرية على مستوى النعامة. لما دابينا يكون دعم ويكون استماع لهذه الفئة اللي هي مستقبل الجزائر. إمكانيات معتبرة ومشاريع واعدة في الشعب الفلاحية المختلفة على مستوى. انتعش قطاع تصنيع السيارات في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث سجل أرباحا نهزت 45 مليار دولار. وأوضحت الجمعية الصينية لمنتجي السيارات أن أرباح قطاع تصنيع السيارات ارتفع بواقع 1.5% على أساس سنوي. واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن 3% نهاية الأسبوع، خاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصابته بكوفيد 19 في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب. ونزل خام برانت ب 3.6% إلى 39.4 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي ب 3.6% إلى 37.32 دولارا للبرميل. واصل الذهب مكاسبه نهاية الأسبوع ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، حيث أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد 19. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.34 دولارا للأوقية. وفي الختام إطلالة على مستجدات صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. كان هذا آخر خبر في موعدنا الاقتصادي، لك زميلي سيد أحمد. شكرا لك زميلي هشام أكلي. ومن أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة.
أخبار ورياضة لنهار اليوم يفصل فيها الزميل وليد غريبية. مرحبا وليد. مساء النور سيد أحمد ومساء الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية التي نستهلها من وزارة الشباب والرياضة التي ستعد مفتشيتها العامة تقارير حول وضعية 44 اتحادية رياضية لرفعها إلى وزير القطاع، حيث ستبدأ عملها على مستوى الاتحاديات الوطنية حسب النتائج المتحصلة عليها، على أن ترفع التقارير المنجزة إلى الوزارة. إلى أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث حل منذ ساعتين وفد الخضر بمقر التربص بضواحي العاصمة النمساوية فيينا تحضيرا لودية نيجيريا المنتظرة الجمعة القادم. يعني بعد عام يعني سيد أحمد يعني أخيرا المنتخب الوطني سنشاهد أو سيلتقي المنتخب الوطني مع الناخب جبل بلماضي يعني بعد تقريبا عام يعني، وخاصة بعد الحجر المنزلي والصعوبات التي تلقاها اللاعبون. ربما معظم اللاعبين الناشطين في البطولة الأوروبية عادوا إلى أجواء التدريبات وحتى أجواء المباريات بالفعل وكذلك يعني، لكن يعني بعد عام يعني تقريبا عام يعني غياب المنافسة وغياب عن اللعب المشترك يعني تحديات تنتظر المنتخب الوطني. يلا نواصل أخبار الرياضة زميلي. نواصل أخبارنا الرياضية، وفي حيث فصل المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الاجتماع المنعقد صبيحة اليوم بديلي إبراهيم في هوية الممثل الثاني للجزائر في كأس الكاف بعد الجدل الكبير الذي أثير في المدة الأخيرة، حيث تم اختيار فريق شبيبة القبائل من منطلق احتلالها المركز الثالث في الموسم المنصرم وعدم اكتمال منافسة كأس الجزائر بسبب فيروس كورونا. من جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن تاريخ بداية الموسم الذي سينطلق بإجراء مباراة كأس السوبر في 21 نوفمبر المقبل بين اتحاد العاصمة المتوج بطلا لموسم 2018-2019 وشباب الوزداد المتوج بالكأس في ذات الموسم، فيما ستنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في 28 من شهر نوفمبر المقبل. الجمعية عامة لاتحاد الجزائري لكرة القدم ستكون يوم 29 نوفمبر. فيما يخص ما نقولش المشكل، القضية اللي كانت عالقة فيما يخص الفريق الثاني أو الرابع اللي راح يكون هو يمثل، أن بالموافقة بالإجماع المكتب الفيدرالي قرر بأن شبيبة القبائل تكون هي الممثلة في اللي تشارك في طبعا في الكأس الكونفدرالية الإفريقية وتمثل الجزائر مع نوادي أخرى على مستوى القارة. وبالعودة إلى أخبار المنتخب الوطني، معنا عبر الهاتف الناطق مدير الاتصال باتحاد الجزائري لكرة القدم عبود صالح باي. عبود، سيد عبود مساء الخير. مساء الخير لك ولكل متتابعي التلفزيون الجزائري، تحية من مدينة كلاكنفورت النمساوية. إذا سيد عبود، يعني كيف هي الأجواء بمقر التربص وكيف كان الاستقبال من طرف الناخب الوطني؟ والله الحمد لله، احنا وصلنا الأمسية وكذلك الطاقم بأكمله والآخر وصل، الكل موجود في مدينة كلاكنفورت التي تبعد على مسافة 300 كيلومتر من العاصمة فيينا. الظروف جيدة، احنا ننتظر الآن قدوم اللاعبين، الطاقم التقني موجود في اجتماع في هذه الثواني، وبدون شك سيعطينا عن القائمة تاع اللاعبين في بعض لحظات وفقط، أما البقية فالأمور يعني تسير في ظروف جد طبيعية وجد حسنة. طيب، هل التحق جميع اللاعبين أو من لحد الساعة من التحق في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها؟ لا، اللاعبين لم يلتحقوا بعد، قلت لك الطاقم التقني ككل هو موجود ما عدا اللاعبين، نظن في هذه السهرة ممكن يلتحق بنا الحارس بوثي، ولكن الأغلبية تاع اللاعبين سيلتحقون إن شاء الله غدا. طيب صباح. طيب سيد عبود، في انتظار الإعلان عن القائمة، يعني من هم اللاعبون الجدد الذين أو المقرر التحاقهم بالمنتخب الوطني؟ سؤال
بالك يعني موجود في المتعلق بالقائمة، وانا يعني انتظر في اللحظات القليلة القادمة يعني اتعرف على القائمة تاع 23 لاعب للبطل الناخب الوطني، وسندلي عليها يعني في بعد ذلك. انا نظن تكلمت مع الاخ شوماني البارحة وقلت له اذا كان امكانية يعني عندما تكون عند القائمة نتواصل مع التلفزيون الجزائري باش تكون عندهم الأولوية في والأسبقية في هذه القائمة. طيب، الندوة الوطنية للناخب الوطني جمال بالماضي سيد عبود متى وكيف ستكون؟ هناك يعني بعد مندوبة العشاء اليوم كان هناك اجتماع سنتطرق إلى عدة نقاط، منها يعني البرنامج المتفصل يعني تاع التربص، وكذلك سنحاول أن نقيم يعني ندوة صحفية إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، هذا يعني نتكلموا معها مع الناخب الوطني ونديروها على طريق الفيديو كونفرنس إذا أمكن. إذا نظمنا هذا الأمر يعني سنحط المعلومة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم. يعني هناك إمكانية أننا ننظم يعني ندوة صحفية عن طريق الفيديو كونفرنس ممكن. طيب، سيد عبود صالح بايل مدير الاتصال للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك. نبقى دائما مع منتخباتنا الوطنية، حيث يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته بالمركز الرياضي بخميس مليانة تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا التي ستقام بالجزائر، حيث يأمل أجبال المدرب محمد لاصال تحقيق الفوز بهذه الدورة المؤهلة لكأس إفريقيا. يقول أنيس مزيان: بالمركز التقني الجهوي بخميس مليانة يواصل المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة تحضيراته المكثفة بعد إنهاء مرحلة الفحوصات الطبية للاعبين والطاقم الفني. درنا تقييم تاع كما يقولوا ميديكال، درنا البي سي ام اللاعبين كاع، شفنا الحالة الطبية، الحالة كما يقولوا البدنية تاعهم، بدينا بالتدريبات كما يقولوا تخفيفة منهجية يعني علمية. اليوم كملنا المرحلة الأولى تاع المرحلة تاع كما يقولوا التحضير القاعدي. بإرادة وعزيمة كبيرة يطمح أشبال الخضر إلى استرجاع اللياقة البدنية بمساعدة المحضر البدني للمنتخب. نظن بأن اللاعبين راهم في مستوى نقدر نقول مليح، باسكو في فترة ما كنا نعطوهم برامج، مدربين عطاهم برامج، ونظن اللاعبين طبقوا هذه البرامج ولهذا صبناهم في حالة بدنية. ما نقولش بلي راهم حالة بدنية عالية، ولكن راهم في مستوى مقبول وجيد. مرحلة انتقاء أفضل اللاعبين مستمرة، حيث يسعى رفقاء اللاعب أيد زيان زكريا البروز بقوة في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي ستقام بالجزائر لتحقيق لقب البطولة المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. ماذا بينا إن شاء الله يكونوا قدها إن شاء الله، وفرحوا الشعب الجزائري كامل، وربي يوفقنا إن شاء الله وكل شيء بتوفيق الله إن شاء الله. أمال وتطلعات بادية على وجوه شباب الخضر لتشريف الراية الوطنية وإسعاد الجماهير. وبالعودة إلى قرار المكتب الفيدرالي باختيار فريق شبيبة القبائل ممثلا للكرة الجزائرية في كأس الكاف، معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل مولود عبود. مولود عبود، سيد مولود، مساء الخير. مساء الخير وليد، مساء الخير ضيوف الكرام. سيد عبود، تم اختيار فريق شبيبة القبائل ممثلا للكرة الجزائرية في منافسة كأس الكاف، ما هو تعليقكم على هذا القرار؟ والله تعليقنا كان قرار منطقي ومنتظر، لأن القانون الكافي يسمح لنا باش نشاركوا في هذه الكأس الإفريقية بعد إلغاء كأس الجمهورية الجزائرية. القانون يقول بأن لما تلغى الكأس الجمهورية نرجع إلى ترتيب تاع البطولة الوطنية، وفي البطولة الوطنية في المرتبة الرابعة شبيبة القبائل هي اللي كانت في المرتبة الرابعة وتستحق هذا التأهل إلى كأس إفريقيا مع وفاق الصيف في كأس الكاف.
شبيبة القبائل سيدة عبود ستلعب بالموسم المقبل على ثلاث جبهات، البطولة، الكأس وكأس الكاف، يعني كيف تتم التحضيرات لهذا الموسم وما هو جديد الشبيبة؟ التحضير كل الجزائريين كل الاختصاصيين تاع كرة القدم شافوا يعني شبيبة القبائل انطلقت هي الفريق الأول اللي انطلق في التربوش التحضيري للموسم 2020-2021، ولا على تقول لي بأن شبيبة القبائل تلعب على ثلاث أطراف، شبيبة عندها تجربة ومش في السنة هذه اللي راح تلعب على البطولة، تلعب على الكأس وتلعب على كأس الكاف، وشبيبة عندها تجربة باش، ولكن السنة يعني في ظروف يعني غير عادية بعد هذا المرض هذا الكوفيد 19 هذا وكل ما ينتظر الفرق الجزائرية تكون صعوبات، يعني هذا ما نخبيوش الشمس بالغربة كما يقولوا، راح تكون صعوبات كثيرة يعني في جميع الفرق الجزائرية لأن التحضير كان يعني ما بداش في وقته مقارنة مع الفرق الإفريقية، ولكن شبيبة القبائل تحضرت وما زالت تحضر في هذه المنافسات سواء كانت إفريقية أو محلية. طيب نتمنى التوفيق لفريق شباب القبائل ولجميع الفرق الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية. سيد مولود عبود ناطق رسمي لفريق شباب القبائل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نواصل أخبارنا الرياضية مشاهدينا، وفي أخبار محترفين تعادل قائد المنتخب الوطني رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله أمام مضيفه ليدز يونايتد لحساب الجولة الرابعة من البريمير ليج، وشارك محرز أساسيا في تشكيلة السيتيزنز وقدم أداء متوسطا يتم استبداله في الدقيقة 77 بزميله البرازيلي فرناندينيو. وفي مواجهة جزائرية حسمها زين الدين فرحات لصالحه على حساب مواطنه أندي ديلور عندما قاد نيم للفوز على مونبولييه بهدف دون رد لحساب الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وقدم فرحات تمريرة الهدف الوحيد في المباراة لزميله رينو ريبار في الدقيقة 84 من عمر المباراة. من جانبه محمد فارس سجل أول ظهور له مع لازيو روما الإيطالي أمام إنتر ميلان لحساب الجولة الثالثة من دوري السيريا، ودخل فارس بديلا في الدقيقة 35 من الشوط الأول مكان زميله أدم ماروزيتش وتلقى البطاقة الصفراء بعد دقيقتين من دخوله. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. في إطار مواصلة إنتاج الحصص ومرافقة الأندية التي حققت الصعود هذا الموسم إلى الرابطة المحترفة الأولى، بث سهرة أمس على الجزائرية الثالثة الإخبارية برنامج خاص بفريق سريع غيليزان العائد إلى أندية النخبة. البرنامج الذي كان من تقديم الزميل طه شعبان عرف حضور ممثلين عن الرابيد ويتقدمهم الرئيس محمد حمري والمدرب سي طاهر شريف الوزاني. وخلال هذا البرنامج تحدث رئيس فريق سريع غيليزان محمد حمري عن المناصرين الذين لعبوا دورا كبيرا في تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. نمو فريق سريع غيليزان ما عندنا بحر ما عندنا حتى حاجة، صدر ملينو الصباح ومسكين ويستاهل الفريق تاعو شبه تجيبوه شبه تديروه ما المنبر طمنهم إن شاء الله استقدام إن شاء الله يكونوا في المستوى اللي نقول لكم. اللاعبون مع الطقم مع سطار نعم ندرسوهم إن شاء الله في الأسبوع إن شاء الله ويكونوا فيها استقدام جديد إن شاء الله. أما مدرب الفريق سي طاهر شريف الوزاني فتحدث عن خارطة الطريق التي رسمها تحضيرا للموسم الجديد. من الإداري والفني يكونوا بسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله كان خارج طريق، كان بروغرام يلفون نتبعه إن شاء الله، نأمنه في روحنا، كان قدرات إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله الفريق تاعنا واللاعبين تاعنا إن شاء الله نجهزوهم قد من نجمو ومنطوهم تاني يديروا ديزيفور باسكو راهم يعرفوا باللي سي ديفيسيل. احنا نتمنى إن شاء الله هاد اليامات اللي راهم باقينا قبل 20 نوفمبر يكونوا محضرين استاذ فيزيكمون وسيرتو.
من جهته قائد الفريق مصطفى زايدي تحدث عن طموح الرابيد خلال الموسم المقبل. طيب في التنس صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للعبة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع. نعم زميلي وليد ربما سنعود إلى هذه الأخبار الرياضية في مواعيدنا اللاحقة. طبعا هنا نطوي أوراقنا الرياضية مشاهدينا. شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى سيد أحمد. شكرا لك زميلي وليد، وبهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر اليوم. سلام.